السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. انتشال فتاة من بئر متوفية. تدخلت إسعافات الحماية المدنية الجزائرية على الساعة 8:26 من أجل انتشال فتاة متوفية في بئر عمقه حوالي 35 متر به 8 أمتار ماء بأمزاور بلدية الشرفة. تم انتشال الضحية البالغة من العمر 17 سنة من طرف الحماية المدنية. تم تدعيم الإسعافات بفرقة الغطاسين وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة. ننتظر نفي أو تأكيد الخبر والمسمات إيناس عباس المفقودة لعدة أيام وللكثير من الغموض. نترك العمل لأهله. الله يرحمها يا رب العالمين ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.